الحمد لله، احنا دلوقتي بقى لنا داخلين في 4 5 ايام متجمعين. المعسكر كله ماشي كويس جدا، كل اللعيبه مركزه بالجهاز الفني. كابتن شاوي بيطلب مننا تعليمات، خلاص البطوله قربت فلازم ننفذ التعليمات ديت، وان شاء الله نكون عند حسن الظن. المعسكر ماشي كويس جدا، وفي عندنا ماتشين ان شاء الله برضه تبقى اخر تجربه زي ما انت قلت قبل الاولمبياد، ونحاول ان شاء الله ان احنا نعمل ماتشين كويسين زي ما عودنا دايما الجمهور اللي هو بيبقى مستنينا اللي احنا بنقدم حاجه كويسه، وان شاء الله نحاول برضو نقدم لهم حاجه كويسه الفتره اللي جايه. لا طبعا، لو انا قلت لك ان مفيش حد بيفكر في القايمه، الناس كلها بتفكر في القايمه، بس كله بيفكر بتركيز، كل واحد بيعمل 100% بتاعته، عايز يبان قدام الجهاز. وزي ما كابتن شوقي قال لنا انتوا اتمرنوا، وساعات بيحصل اصلا صدف انت ما تعرفش، ممكن يبقى في 18 لا قدر الله حد يحصل له حاجه ناس ثانيه تدخل. فانا شايف ان كله اكيد بيفكر في القايمه، بس بروح كويسه وروح ايجابيه تفيد المنتخب. كله بيتمرن كويس، عايز يبقى متواجد، عايز يبقى يشارك معانا، فاكيد ده طبيعي جدا. بس زي ما قلت، في الاول وفي الاخر كله لازم يفكر اللي هو نفسه يروح الاولمبياد، بس في الاول وفي الاخر بتبقى نصيب، وكابتن شوقي هيختار زي ما انت قلت 18 لعيب واربعه بره، فان شاء الله كل واحد يطلع 100%، واللي ليه نصيب ان شاء الله يبقى ربنا يكرمه ان شاء الله. مجموعه قويه جدا، بس تقريبا لو احنا كنا اتحطينا في اي مجموعه كنا برضه هنقول لله مجموعه قويه جدا، بس خلاص يعني بقى امر واقع ان احنا ان شاء الله الناس استنت من المنتخب ده حاجه معينه، فان شاء الله نحاول نحققها وهنعمل اقصى حاجه عندنا. مش عايزين نروح نعمل تمثيل مشرف، ما بحبش الكلمه دي، بس اللي احنا نقدر نعمله اللي احنا في كل ماتش نتعب ومحدش ياثر بنقطه عرق، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونوصل لابعد نقطه ان شاء الله.